أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والحمد لله على نعمة الصيام. هكذا شهر رمضان قد انفرط ثلثاه، وبقي الثلث الأخير، ذهب معظمه وبقي أعظمه، بقيت العشر الأواخر من شهر رمضان التي اعتاد أهل الموصل والمسلمون أجمعون في قصد بيوت الله تبارك وتعالى لإحياء هذه الليلة المباركة، ابتغاء أو التماس ليلة القدر. والحمد لله رب العالمين، مسجدنا تقام فيه صلاة العشاء وصلاة التراويح والقيام، وهنالك بفضل الله تبارك وتعالى إقبال طيب من الإخوة المصلين، وهذا ديدن أهل الموصل عامة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ المسلمين بحفظه، وأن يكرمنا بنفحات هذا الشهر الفضيل، وأن يجعلنا وإياكم ممن يرقى بصيامه ابتغاء رضوان الله تبارك وتعالى. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.